بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. صدق الله العظيم. My lecture today is about important subject which is missed and underestimated by a lot of us, and we see it very frequently, or it is not uncommon disease. بس الأول يعني قبل ما أبدأ في المحاضرة، أنا شايف إن القعدة في القاعة هنا مش مظبوطة. يعني أنا شايف إن حضراتكم ورا قاعدين في مساحات مختلفة، فحضراتكم نون كومباكتد، وفي ريسيسز كتير موجودة. لو حضرتنا يعني كلنا أصبحنا مور كومباكتد مع بعض، هنبقى مور ويل فانكشنج. يعني كده دي المحاضرة بتاعت النهاردة ببساطة شديدة خالص. لا ده دي المحاضرة، دي المحاضرة. احنا الامبريولوجي اللي هنبدا فيه، في الفكرة ببساطة جديدة في الامبريولوجي، هل ده كده الصوت واضح؟ حطه في جيبك يا دكتور مؤمن. كده نون كومباكشن يا باشا. ببساطة شديدة الامبريولوجي، احنا في الانتراكتورال لايف الهارت بيبقى عبارة عن تو بريميتيف. بيبقى تو بريميتيف تيوب، تو تيوبس بيبقوا لونجيتيودينال. بعد كده في الانتراكتورال لايف بيحصل تويستنج للتو تيوبس، وبعد كده بيحصل فولدنج للتيوبس. الاندوميوكارديال سيرفيس اوف ذا هارت بيبقى بيبدا الميوكارديال سيل يحصل لها بروجريس، فبتعمل ترابيكيليشن للانتر سيرفيس ناحيه الانتر فنتريكولار كافيتي. ده الميوكارديال سيلز. الاندوكارديال سيلز بيحصل لها انفاجينيشن جوه الميوكارديوم، فبيبقى السيرفيس اوف ذا هارت عامل زي البابيل، في بروجكشن انسايد الليفت فنتريكولار كافيتي. ده ليه؟ لان ايرلي بيبقى الكورونري ارتريز لسه نوت ويل ديفلوبد، فبنزود السيرفيس اريا بتاعت الميوكارديوم، وبالتالي بيحصل ابسوربشن للجاز اكسشينج والاكسجين والنيوتريشن من السيرفيس اوف ذا هارت بصوره كويسه. على الاسبوع الخامس او الثامن من الانتراكتورال لايف بيحصل كومباكشن. كومباكشن بيتم على بيتم جراديوال. بيتم ازاي؟ بيتم من الاندوكارديال سيرفيس، تمام، من الابيكارديال تو ذا اندوكارديال، اند فروم ذا بيز تو ذا ابيكس اوف ذا هارت. ده بيتم عن طريق الفاسكولار اندوثيليال جروس فاكتور، وعن طريق التريجرنج كومباكشن والانجيو بيبتين. الكومباكشن عشان كده بنشوف الرايت فنتريكل بيبقى فيه ترابيكيليشن اكتر من الليفت فنتريكل، وبيسيب لنا الميوكارديوم الهارت فيه عندي اوتر لاير اللي هي كومباكتد من الهارت، وانر لاير بتكون نون كومباكتد. بتبقى نون كومباكتد فين؟ في الابيكس، او فيها اكسسيف ترابيكيليشن في الابيكس والميد فنتريكل. العمليه دي لو حصل فيها فيلير بنوصل للي هو نون كومباكشن. النون كومباكشن اللي هو بيحصل عندي سبونجي مايوكارديوم، وبيبقى عباره عن ديب انتر ترابيكولار ريسيسز، والمايوكارديوم بيتكون من تو لاير. اوتر لاير اللي هي بتكون سن لاير وبنسميها كومباكتد مايوكارديوم، والانر اللي هي نون كومباكتد مايوكارديوم، ودي بتبقى سيك لاير. وده المنظر بتاع المايوكارديوم في النون كومباكشن. عندنا هنا الليفت فنتريكولار كافيتي، وفي عندنا تو لاير. في عندي الانر لاير هنا اهو، تمام، اللي هي دي النون كومباكتد، ودي بنسميها الاكس لاير. وفي عندنا الاوتر اللي هي ثين لاير اللي هي بتكون الكومباكتد، وبدي بتكون ثين، ودي بنسميها الواي لاير. البريفالنس للليفت فنتريكولار نون كومباكشن، اول حاجه بنقول ان هو فاميليال.
more common in children كان detected أكتر في أو prescribed بمعنى صح في الأدلت. الفاميليال فورم عشان لو احنا وجدناها في عند بعض البيشنت معدل الريكرنس في الادلت بيكون 18%، في البيدياتريك بيبقى 50%. لقيوا ان 9% من كل الاطفال اللي عندهم برايمري كارديوميوباسي بيكون عندهم نون كومباكشن، ولقيوا انه ذا ثيرد موست كومن كوز اوف كارديوميوباسي بعد مين؟ بعد الدايليتد كارديوميوباسي وبعد الهايبرتروفيك كارديوميوباسي. كالعاده طبعا المين مور افكتد ذان ذا وومن. الادلت بيشنت لقيوا ان نسبه الناس اللي بتعمل ايكوكارديوجرافي في الادلت بيشنت نسبه النون كومباكشن 0.114 و 1.3. نسبه النون كومباكشن في الناس اللي عندهم هارت فيلير كانت من 3 ل 4%. العيان بيجي ازاي او الكلينيكال برزنتيشن بتاعه في النون كومباكشن؟ بيجي بي ايزوليتد ليفت فنتريكولار نون كومباكشن او بيجي كبارت من الكونجنيتال ديزيز. النون كومباكشن قسموه الى في 7 تايب منه، في تايب بناين وفي تايب اريزموجينيك، مي بي دايليتد هايبرتروفيك، مي بي ميكسد، مي بي ريستريكتيف. ممكن يكون رايت فنتريكولر انفاركشن ايزوليتد من غير ليفت فنتريكل، ممكن يكون باي فنتريكولر وبيحصل مع كونجنيتال هارت ديزيز. في بدايه الديزيز العيان بيجي بسيمتومز فاريبل سيمتومز اند نون سبيسيفيك سيمتومز، فاريبل من الهارت فيلير وسينكوبي مايوكارديال انفاركشن اند سام تايمز ان sudden cardiac death. الاي سي جي غالبا بيكون فيه abnormalities كتير، اهمهم طبعا الاي اف والفلاتر والباروكسيزمال اس في تي والاي في بلوك. لكن اكتر كونسرن بيحصل منه death ومورتاليتي كان الهارت فيلير والاريزميا. الهارت فيلير بيحصل ليه؟ عشان زي ما قلنا ان هو الاريا النون كومباكتد والكومباكتد بيحصل فيها ديسينكروني، وبالتالي العيان بيجي بجلوبال ليفت فنتريكولار ديسفانكشن، وبعد كده بندخل في السيكول اوف هارت فيلير، بيدخل في ديتريوريشن وفيتال كومبليكيشن واريزميا اند سادن كارديك ديث وامبوليك ايفنت، لان بيحصل الديب بروسيسز اللي موجوده بيحصل فيها ثرومباي الثرومباي. لكن لقيوا ان هو الامبولايزيشن دي بتحصل اكتر لو العيان عنده اترال فايبريليشن او عنده سيستوليك dysfunction. بيحصل ليه اريزميا؟ لاني الديب ريسيسز بيحصل فيه بيحصل فيها فايبروزس، ودي بتبقى سبستريت للري انتري وسبستريت للاريزميا، ولانه اكتر اريزميا بتحصل هي الاتريال فايبريليشن والفي تاك واللايف ثريتنج اريزميا 20% في الاطفال اللي ان الولف اكتر. طب الايمجنج، الايمجنج ده ليه رول مهم في الدياجنوزز؟ لاني طب اي تريبيكوليشن اللي اقول عليها ان هي دي نون كومباكتد، هل كل تريبيكوليشن ممكن اشوفها في الايكو هتبقى نون كومباكتد؟ لا، اهم حاجه ان انا اشوف سكند مايوكارديوم، ان انا اشوف تو لايرز اوتر ثين لاير اند انر سيك لاير اللي هي النون كومباكتد. في كرايتيريا دياجنوستيك زي كان الجينيتال كرايتيريا دي في الايكوكارديوجرافي، انا لازم اخد اند سيستوليك فريم مش اند دايستوليك، لان الاند دايستوليك مش هيفرق ما بين الكومباكتد والنون كومباكتد لير، لازم يكون في شورتر فيو. لو لقيت الاريا ما بين او الريشيو ما بين الاكس الاكس ماس اللي هو النون كومباكتد لير تو ذا اوتر سين لير اكتر من 2، يبقى انا سسبكتد المايوكارديوم النون كومباكشن. بقى في عندي حاجه اسمها ستولبرجر كرايتيريا، لو لقيت اكتر من 3 ترابيكيوليشن و الدبل لير، بس ده في الفور تشيمبر فيو. نفس المنظر ده، دي السن كومباكتد لير ودي السك نون كومباكتد لير ودي الديب ريسس، والمنظر ده كتير احنا بنشوفه. فاحنا مين اللي هنحوله يعمل فيرزر ايفالويشن ولا لا؟ ده من الايكو. ودي الكرايتيريا اللي احنا لسه اتكلمنا عليها ببساطه شديده، الريشيو ما بين التو لير لازم يكون اكتر من 2 واكتر من 3 ريسسز و بالدوبلر. لكن مشكله الايكوكارديوجرافي ان هي اوبريتور ديبندنت، الابيكس ديفيكلت ان احنا تو فيجوالايزد، الدبل لاير مايكارد ممكن ما نشوفهمش، ان الشورت اكسس كلنا ساعات لو احنا بناخد شورت اكسس وما كانش الاكسس الشورت اكسس بيربنديكولر على اللونج اكسس اوف ذا هارت هنشوف ترابيكوليشن اكتر، فاحنا سسبكت كده ان ممكن يكون في نون كومباكشن اكتر، لكن لازم نكون متاكدين ان احنا بيربنديكولر. بيحصل ميس دايجنوزز مع الهايبرتروفيك كارديوميوباسي، ممكن نفرق بينهم بالكونتراست انهانسد كارديوميوباسي. ده هنوصل بيه للرول المهم جدا بتاع السي ام ار. السي ام ار ليها رول مهم جدا في كونفيرم الدياجنوزز، ودي كلها فاليوز ايفالويت الكونجنتال هارت ديزيز. طب ايه الكرايتيريا اللي انا هشوفها في الام ار؟ في الام ار
احنا هنشوف اول حاجه برضو الريشيو ما بين الكومباكتد والنون كومباكتد لير بتكون اكتر من 2.3. بس هنا على عكس الايكوكارديوجرافي احنا في الايكو بنشوفها في الاند سيستول, هنا لا هنشوفها في الاند دياستول في الاخر, وهنشوفها اكتر في الميد كافيتي والبيزل سيجمنت, هنشوفها في الفور تشامبر فيو. ودي نفس الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي الكرايتيريا. كان في حاجه تاني مرتبطه بالليفت فنتريكولار ماس بس مش هذكرها عشان التايم. ده برضو المنظر في الام ار, ده النون كومباكتد لاير ودي الكومباكتد لاير, ده شورت اكسس فيو دي الترابيكوليشن والريسيسس. ده برضو ثري تشامبر فيو افكتد ترابيكوليشن, الديستريبيوشن اللي واضح دايما بيتم في الابكس واللاترال في اللاترال وول. الام ار ليها رول مهم جدا ان هي بتشوف كمان الرايت فينتريكولار انفولفمنت, بتوريني الديليد انهانسمنت. الديليد انهانسمنت ده جزء مهم جدا في الاسسمنت, لان العيان اللي عنده ديليد انهانسمنت ده اتريسك ان هو يدخل في فايبروزز, والفايبروزز ده هيدخلنا ممكن في فايبروتيك فوساي, وبالتالي ممكن ندخل في ليثال اريزميا. الاكستند اوف فايبروزز لقوا ان هو كورليتد كمان جاست 2 مينيت ده ريليتد للسيفيريتي اوف ليفت فنتريكولار ديس فانكشن. ده برضو بالكارديك ام ار تاني, وده المنظر بتاع الديليد فايبروزز, وده هيفرقنا منه الديستريبيوشن. مهم جدا عشان نفرق ما بين الاسكيميك دايليتد كارديوميوباسي بياخد كورونري ديستريبيوشن, لكن ده ما بياخدش كورونري ديستريبيوشن. الادفانتجز في الام ار ودي مهمه, هنشوف ان هو اللي بتوريني الفوليوم اوف ذا هارت وكل الادفانتجز اللي قلناها. ليميتيشن ليها الكوست طبعا والافيليبيليتي بتاعت الام ار. المالتي ديتكتور سي تي ليها رول زي الام ار لكن ان هو ليميتد شويه. ده المالتي ديتكتور سي تي. البيت فولس ان احنا بندخل في ديفرنشال دياجنوز مع الدايليتد كارديوميوباسي و الاندوكارديال فايبروستوزيس والكارديوميوباسي. هنمشي بسرعه بس استاذنك في 1 مينيت لان الجدول اللي جاي ده مهم جدا. ده اللي احنا ازاي هنمشي في السكيدول. لو انا عندي العيان عنده مايوكارديال ترابيكوليشن لقيتها كتير, هنبص هل موجوده في السبتم ولا موجوده في خلاص. اوكي هو كان موست امبورتنت سلايد في الـ في الـ في الـ هنبص بالايكو كارديوجرافي. اخر سلايد قدامك هنشوف السبتم. لو هو السبتم بس اللي افكتد فيه ترابيكوليشن ده مش نون كومباكشن, لكن لو هو موجود في الميد الابكس والميد فنتريكل يبقى ده في بوسيبيليتي انه النون كومباكشن. هنحول العيان وهنشوف الريشيو بالايكو, لقينا الكرايتيريا موجوده هنحوله مباشره يعمل الكارديك ام ار. يبقى لو سبتم لا, لو بيزل ابكس اوكي, لو الابكس بس هنبعته برضو يعمل اللي هي الكارديك ام ار اي, لان ده هيفرق معانا بعد كده في المانجمنت ومين ياخد انتي كواجوليشن. والمانجمنت مش سبيسيفيك, هو مانجمنت للهارت فيلير ثيرابي ومانجمنت للانتي كواجوليشن لو هو اي اف او عنده ليفت فنتريكولار ديسفانكشن. لو اريزميا هيركب اي سي دي. ثانك يو.